ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما. يا جماعه الحلقه اللي انتم بتشوفوها دي دلوقتي تقريبا احنا النهارده الاربع، احنا خلاص بقينا الاربع تمام، احنا لسه الثلاث يعني، بس احنا بنصور الساعه 2 بالليل كالعاده. انا دايما بحب اتزنق يعني لحد اخر وقت الساعه 2 بالليل، احنا خلاص بقينا الاربع. فانا لقيت بالصدفه ان التريلر بتاع مسلسل لا كازا دي بابيل سيزون 5 نزل، هو والفيلم بتاع ذا ايترنالز التريلر بتاعه نزل، وفيلم تاني انا برضو كنت مستنيه اسمه لاست نايت ان سوهو تمام. سبحان الله التريلرز كلها بتنزل مره واحده. انا عارف ان التريلر ده تقريبا نزل من امبارح ولا اول امبارح حاجه شبه كده، بس انا مع الاسف كنت مشغول في فيديوهات هومالون، وكنت مشغول في الاديتنج بتاع الالعاب بتاعه هومالون. وطبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم بالراحه، لان الناس اللي معايا هنا في البيت كله طبعا نايم، احنا بقول لكم الساعه 2 بالليل فكله في البيت هنا نايم هص هص، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم بالراحه. اللي خلينا نصور الحلقة دي دلوقتي لان انا من اول يوم الخميس هبقى مشغول جدا لحد الاسبوع اللي بعديه، لحد يوم الحد او الاثنين، فمش هيبقى فيه فيديوهات. فالفيديوهات دي كلها عايز انزلها قبل ممشي، يعني مش قبل ممشي لان هبقى مشغول يعني في حاجة كده تبع انا شخصية، فمش هبقى متاح يعني سواء على هوم سينما او على هوم الون. في فيديوهات كتيرة جدا انا صورتها هوم الون، فهي محطوطة على البرايفت. كل يوم ان شاء الله بحاول على قد ما اقدر كل يوم ان انا انزل فيديو للعبة ليمبو، احنا بنلعب دلوقتي حاليا لعبة ليمبو، وفي فيديوهات تانية انا بحال لسه مخلصتش الاديتنج بتاعها طبعا غير الفيديوز بتاعت هوم سينما، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اكثف الفترة دي. بس طبعا زي ما قلت يوم الخميس مش هبقى فاضي ان انا اعمل فيديوهات والكلام ده كله من اول يوم الخميس، فحرفيا انا ساحل نفسي فيديوهات اليومين دول، لان بكرة هنتفرج على النهاردة، خلاص احنا بين الاربع، النهاردة هنتفرج على سبايرل وهنتفرج على The Conjuring الجزء الثالث The Devils Made Me Do It. ففي كمية فيديوهات بقى هتنزل، ولسه في فيلم ذا انهولي احتمال كبير عامل له موفي ريفيو هو، وفيلم راث اوف مان بتاع جيسون ستيثم. انا اسف لو طولت عليكم زياده عن اللزوم في الانترو. النهارده هنعمل التريلر رياكشن لمسلسل ماني هايست او مسلسل لا كازا دي بابيل. طبعا لا كازا دي بابيل انا كنت بصراحه يعني بجد يعني ما كنتش عايز اتفرج على السيزون الجديد، لان اساسا سيزون 4 اللي هو السيزون اللي فات بصراحه ما عجبنيش بتاتا، ولما عرفت ان سيزون 5 هيكون اخر سيزون فقلت تمام خلاص مش مشكله، اللي خلينا نتفرج على اول اربعه، ما جاتش لو اتفرجت كمان على سيزون 5 يعني. الكاست طبعا هيبقى هو طبعا، ما فيش نيروبي وما فيش برلين، فدي برضو حاجه تعصب. انا برلين ونيروبي كانوا افضل تو كاركترز من وجهه نظري الشخصيه موجودين في المسلسل، واكتر اتنين يعني المفضلين بالنسبه لي ومش ما بقاش موجودين في سيزون 5. انا طبعا كالعاده هتفرج على التريلر وهعمله تريلر رياكشن طبعا بالسماعه اللي احنا بنلعب بيها هوم الون، لان زي ما قلت لكم طبعا في البيت كله نايم، فهتبقى مشكله لو عليت الصوت، فانا مش ناقص وجع دماغ، فانا هلبس السماعه على الرغم ان انا ما بحبش اعمل الحوار ده، وموطي صوتي على قد ما اقدر، وهحاول ان انا لو حصل حاجه في التريلر ما ازعقش. هو تيزر على فكره، هو مش تريلر، هو تيزر. طبعا كالعاده ما شفتش التيزر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. او ماي جاد، انا حرفيا انا لثانيه كنت هزعق. هو ايه المشهد الفشيخ اللي جه في الاخر ده؟ تقريبا هم ايه بيفجروهم؟ على فكره انا كنت متوقع من سيزون 3 او من سيزون 4 كنت قايل احتمال كبيره جدا بنسبه 90% دي من وجهه نظري برضو، ان كل الكاركترز بتوع لا كازا دي بابيل كلهم هيموتوا. انا شايف من وجهه نظري ما عدا حد واحد ممكن يكون طوكيو، يعني انا ممكن كله يموت ما عدا طوكيو، انا شايف ده من وجهه نظري يعني. لا بس التيزر فشيخ بصراحه، وانا متحمس فشخ للتريلر. انا ادوني الاوفيشال تريلر حالا يا جدعان. المسلسل هيتقسم على اتنين، هو المسلسل هيبقى 8 حلقات، اول اربع حلقات هتنزل 3 سبتمبر،
والاربع حلقات التانيين هينزلوا 3 ديسمبر. فده بصراحه مش يعني اكون صريح معاكم، انا مش عاجبني الحوار ده. ليه مش عاجبني الحوار ده؟ لان يعني معلش يعني معلش 4 حلقات ايه يا جدعان؟ احنا احنا بنخلص 7-8 حلقات في قاعده، يعني 4 حلقات اللي احنا بنتفرج عليه ده 4 حلقات، انا حرفيا هخش الحمام هرجع اليوم خلصوا يعني. ما علينا، هو يمكن عشان تو بيلد اب الهايبنس اكتر واكتر يعني. وجهه نظري برضو قبل ما اشوف المسلسل، طبعا ما شفتش سيزون 5، وجهه نظري اول 3 حلقات، اول 3 حلقات من مسلسل ارهنكو مش هتبقى حلوه. من اول الحلقه الرابعه هي اللي هتبقى فشيخه، ده انا متاكد منهم 100%. من اول الحلقه الرابعه هتبقى فشيخه عشان يبلدوا الهايبنس لحد ديسمبر، والفشخه كلها بقى هتبقى في ديسمبر، ده اللي انا متاكد منه 100%. انا طبعا نسبه ترقبي 9/10 مش 10/10، لان انا زي كنت قايل قبل كده ان سيزون 5 مش متحمس له قوي بصراحه، بس لما اتفرجت على التيزر صراحه غيرت رايي. والاغنيه اللي كانت موجوده في التيزر دي على فكره انا عارفها، الاغنيه دي انا بحبها اصلا. يعني انا شكلنا كده داخلين على عظمه، واحلى حاجه بجد عجباني ان خلاص سيزون 5 اخر سيزون، لان انا كنت قايل قبل كده انا من نوعيه الناس اللي ابتديت ازهق من المسلسلات اللي بتطول فشخ زياده عن اللزوم. على فكره عندي كوم مسلسلات بالعبيط لسه ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي، فيه اتفرجت عليه وفيه ما كملتوش، لان انا بصراحه بتنفخ من المسلسلات اللي بتبقى دايما طويله. انا بجد اتنفخت من الحوار ده، يعني انا دلوقتي حاليا حقيقي بقيت ميال اكتر للمسلسلات اللي هي ليميتد سيريس، اللي هو زي ذا كوينز جامبت والحاجات دي كلها، اللي هو حرفيا بيبقى كام حلقه، خد كام حلقه باشا وخد بعضك وامشي. ده انا بقيت ميال فشخ لنوعيه المسلسلات دي يعني. بس زي ما قلت نسبة ترقبي للمسلسل سيزون 5 لكازا دي بابيل هو 9/10، بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن مسلسل لكازا دي بابيل. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. وباي باي.